كاس مواطن نسكن بحذاه، فهمتني؟ عاد ما يسمع جبل كما قاعدين تشوفوا فيه. استعجت برشا، نحب نطلع له. هو يحن لجبل كان بالأمس مسرحا لذكرياته وصباه، اليوم صار المكان عصيا بسبب الإرهاب. لطفي المنصوري أحد سكان منطقة بولعابة على سفوح جبل الشعامبي، يقص اليوم معاناة الأهالي. هم اليوم بين مطرقة الفقر والخصاصة وسندان تهديد الإرهاب لحياتهم. باللي جت الثورة جاء شبح الإرهاب معاها، فهمتني؟ ضيق علينا الخناق شوي، ولينا ساكنين هنا برشا ديار نزحوا، هاجر خلوا ديارهم ونجموا نشوفوها مع العائلة المكان خارج وكل. خلوا ديارهم مشوا ناس من الفقر، واللي زيد ضيقوا لهم الحناق من الجبل اللي كانوا يسترزقوا منه. قد يكون لطفي قد لخص الحكاية، لكن سفوح جبل الشعامبي تروي قصصا أكثر تعقيدا. قصص أهل تشبثوا بالأرض وتركوا طرف العيش لغيرهم، مكثوا بمنازلهم في انتظار غد قد يكون أفضل من الحاضر. الفقر والميزيري ساكنين تحت الجبل، عندنا خايفين من الإرهاب ومش عارف عيينا هنا وكلينا والفقر كلينا. الخوف والفقر وقلت الخدمة وشين ما ثم شيء. متساكنو المناطق المتاخمة لخطر الإرهاب هاجر بعضهم المواطن، وبقي البعض الآخر صامدا مكافحا ومتشبثا بالأرض. أما وعود التنمية فكاذبة في الغالب حسب الأهالي. عايشين في رعب، فهمت؟ لا طريق باهي، لا فهمت، ولا عايشين في الحجر وجنب الجبل باهي ما يرقدش، فهمت؟ من البطالة من الفقر من كل شيء مطلوب. عطونا الخدمة، عطونا الماء، عطونا عطونا مشاريع، عطونا كل شيء ونقعدوا من غير ما حد. رعاة قتلوا وبيوت انتهكت من قبل الإرهابيين بحثا عن المؤونة. هنا لا شيء يفرح قلوبا ضجت من المعاناة سوى حب الأرض والأمل في المستقبل.